سوني، عايزة أروح مع حضرتك للحظات الوداع بعد ما يعني القاتل ده يعني سدد الطعنة اللي اتصابونا وتم نقله للمستشفى. حضرتك كنت قدرتي وقتها توصلي للمستشفى ولا كان إيه اللي حصل ساعتها؟ كنت حاضرة في كنيسة تانية في محرم بيه، وقالوا لي إن أبونا تعبان شوية، فروحت على إنه تعبان مثلا داخ أنيميا، وعلو إنه عمره ما حصل قبل كده، بس جاي في بالي كده، ما حدش قال لي إنه كان على البحر أو الطعن أو كده. فأنا يعني حبوا يخبوا عليا في العربية، وسمعت مثلا يقولوا مشاجرة، دي كلمة غلط يعني، فسألت حاجة قالوا لي حاجة زي كده، يعني ابتدوا يلمحوا إن حصل حاجة. لكن أنا ما كنتش أعرف التفاصيل. حتى واحدة سألتني قلت له أبونا في الكنيسة من 6 لـ 8 في الاجتماع، ما كنتش أعرف أنه برا يعني. يعني أبونا كان طول النهار برا ومش بيقول يعني، وكنت أنا منتصلة بيه الظهر الساعة 2 وقال هيروح يجيب هدايا قبل ما يسافر وكده وخلاص، فما كنتش أعرف بقى البرنامج بقيت اليوم إيه. هو مش من عادته يعني يقول، لأنه ممكن يغير يعني، ممكن يقول هاجي وما يجيش، أو يطلع له مشوار، يطلع له جنازة، فبرنامج اليوم بتاعه مش ثابت يعني. شفتي وقتها تصوني؟ نعم. شفتي وقتها في المستشفى؟ رحت ودخلت المستشفى، فعرفت بقى أول ما وصلنا بالمنظر الناس حوالين المستشفى. ودخلنا على التلاجة على طول، ما كنت فاكرة هدخل على المستشفى لقيه على السرير أو كده. فيعني أنا كنت صامتة يعني، حتى ساعتها بسأل سيدنا الأنبا بافلي بقول له شايفينه ده يعني كابوس ده ولا حقيقة؟ أنا طبعا اتفاجئت يعني، بس مش عارفة، هو ربنا أعطاني ثبات، و يعني هو طبعا كنت حاسة أن أنا إيه كأني هقع يعني، لكن أنا مش من عادتي أن أنا يعني أحزن بصوت أو أبكي أو كده، حاسة أن أنا صامتة يعني، ربنا أعطاني صمت. فدي يعني قصدي ايه، دي قوه مش بتاعتي برضه، دي نعمه ربنا بعتها لي، عزيه كبيره التصوير. و يعني قصدي يعني احنا بنسمع برضه يعني، انا يعني بصيت مثلا لبن بنقول الام دولاجي والام رفقه ازاي قدرت تشوف ولادها مثلا يندبحوا قدامها. طب انا مثلا ما شفتش الموقف، فانا يعني كتر خير برضه ولاد ابونا اللي شافوا الموقف قدامهم، واكيد ربنا يعني يعزيهم ويبقوا فخورين طبعا ان هم حضروا منظر استشهاد. يعني انا طبعا انا ما حضرتش، فكان ممكن يكون طبعا بالنسبه لي كده اخف وطأة شويه، وربنا طبعا هو اللي بيعذب بيدي القوه يعني.